مكان يا مكان، يا سعد يا إكرام، ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. حكايتنا النهاردة عن دودة صغيرة حزينة ضيعت فردة حذائها، وكان مؤلم وخطير إنها تمشي من غير حذاء. حزنت الدودة جدا بضياع فردة حذائها، وبحثت في كل مكان عن الفردة الضايعة. راحت الدودة الصغيرة لصديقها العنكبوت وسألته: ممكن تسلفني فردة حذائك يا صديقي؟ وافق العنكبوت، لكن للأسف كان مقاس الحذاء صغير جدا. راحت الدودة لصديقها الضفدع وسألته: ممكن تسلفني فردة حذائك يا صديقي؟ وافق الضفدع، لكن للأسف مقاس الحذاء كان كبير جدا. راحت الدودة الصغيرة لصديقتها الجرادة وسألتها: ممكن تسلفيني فردة حذائك يا صديقتي؟ وافقت الجرادة، لكن للأسف كان الحذاء خشن جدا. راحت الدودة الصغيرة لصديقها السلطعون وسألته: ممكن تسلفني فردة حذائك يا صديقي؟ وافق السلطعون، لكن حذاء السلطعون مناسب أكثر للحفر ليس للمشي. كورت الدودة نفسها على ورقة شجر وقررت إنها تنام علشان تعبت جدا من البحث على فردة الحذاء. صنعت الدودة شرنقة مريحة علشان تنام فيها وترتاح. مرت الأيام والدودة نايمة مش حاسة بالوقت، لكن لما قررت تخرج من الشرنقة لقت مفاجأة في انتظارها. لقت نفسها مش محتاجة لحذاء لأنها تحولت لفراشة سعيدة. وتوتة توتة خلصت الحدوتة، حلوة ولا بلتوتة؟ تعملوا لنا سبسكرايب وشير ولايك.